الآن من واشنطن عبر سكايب مايكل سبرينغمان الدبلوماسي الأمريكي السابق. سيد سبرينغمان، أهلا بك معنا، وأريد أن أتحدث معك بداية عن تصريحات نتنياهو منذ قليل رفض فيها ما وصفها بالإملاءات الخارجية. كان يتحدث تلميحا عن الضغوطات الأمريكية وعن موقف بايدن الداعي والمطالب بدولة فلسطينية وبضرورة توفير ملاذ آمن للمدنيين قبل أي اجتياح لرفح. على ضوء هذا الموقف، برأيك كيف يتعامل نتنياهو مع بايدن، وهل فقد بايدن أي تأثير على نتنياهو؟ لا أعتقد أن بايدن كان لديه أي نفوذ أصلا على حكومة الفصل العنصري في إسرائيل. نتنياهو وزبانيته يقومون بكل ما يحلو لهم في هذا السياق. نعم، طيب، بايدن يطالب بدولة فلسطينية. إذا كانت إدارة بايدن فعلا ترغب في قيام دولة فلسطينية، لماذا لا تعلنها يعني بشكل واضح؟ أم هي مجرد ورقة ضغط في يرفعها بايدن في وجه نتنياهو للحصول على بعض التنازلات وحتى للحصول على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ هذه ليست أداة ضغط وليست ورقة ضغط، ولكن طريقة بايدن لكي يبعد غضب العرب والجاليات المسلمة لدعم بايدن لإسرائيل فيما تقوم به من هولوكوست وإبادة جماعية في فلسطين المحتلة. بايدن يبدو أنه يشعر وكأن الفلسطينيين سوف يقبلون بجزء من بلادهم التي احتلت في عام 1948 بعد دعم البريطانيين والزعماء الصهاينة. وما من سبب لتوفير جزء أو الإعلان عن جزء من فلسطين ليكون فلسطين الواقعية، لأن الفلسطينيين سلبوا من وطنهم والآن يريدون أن يوفروا لهم جزءا وقطعا متناثرة هنا وهناك في الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك هذا حديث فحسب يقوله بايدن لكي يكون ذلك مرتبطا بالاستهلاك المحلي داخليا. وبالانتخابات الأمريكية، برأيك هل انتبه الآن بايدن إلى أهمية الصوت العربي والمسلم في الولايات المتحدة بتسويق مثل هذه التصريحات؟ وهل هو ربما، أو هذه التصريحات تأتي بشكل متأخر، يوجد رفض كبير في الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة لسياسات بايدن تجاه غزة وتجاه القضية الفلسطينية عموما؟ بايدن متأخر بالفعل، ولا يبدو أن لديه أي مفهوم لجهة ما يقوم به وكيف يقوم به. أعتقد أن بطانته هي التي تمسك بزمام الأمور، وهو فقط دمية، وسوف يستيقظ ويعرف أن هذا سيكون سيئا بالنسبة له في نوفمبر في الخريف، عندما يعلم الجميع أن الحكومة الأمريكية توفر دعما عسكريا واقتصاديا لإسرائيل لقتل الفلسطينيين. وقد أعلن أنه يريد 14 مليار كمساعدات أجنبية للكيان الفصل العنصري، ويريد أيضا 1500 من القنابل بواقع 4000 دولار لكل قنبلة يريد أن يرسلها لإسرائيل. وبالتالي فإنه يتحدث يمنة ويسارة لكي يشكل انطباع بأنه يقوم بشيء لإسرائيل، وفي ذات الوقت يريد أن يقوم بشيء للفلسطينيين. وإذا ما قرأ المرء بين السطور فإنه سيعرف أن هذه جعجعة بلا طحين. والحقيقة هي أن إسرائيل يوفر لها السلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الفلسطينيين. هم يريدون الفلسطينيين أن يقضوا، ويريدونهم أن يغادروا فلسطين أصلا. والآن صحيفة معاريف تتحدث عن نقلا عن مصادر بأن واشنطن اشترت التجميد الاستيطان في الضفة الغربية مقابل تزويد إسرائيل بأسلحة دقيقة. على كل حال، الولايات المتحدة ماضية في تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة، ولكن في المقابل بعض الأصوات، السيد سبرينغمان، في الولايات المتحدة باتت تطالب صراحة بوقف
هذا الدعم العسكري لإسرائيل وعدم المشاركة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. هذه الأصوات إلى أي مدى هي مؤثرة برأيك، وهل هي أصوات محدودة أم هو موقف متصاعد بات يكبر يوما بعد يوم اليوم في الولايات المتحدة؟ على نحو يدعو للأسف أولئك الذين يريدون أو يطالبون بوقف إطلاق النار ووقف لهذه المجزرة ووقف لهذه الحرب هم السواد الأعظم من الشعب الأمريكي، ولكنهم ليس لديهم أي نفوذ على الحكومة، ولم يكن لديهم نفوذ على الحكومة الأمريكية في الحرب على العراق وسوريا وليبيا. والشعب الأمريكي كان يناهض الحرب على العراق، ولكن الحكومة ضربت بعرض الحائط آراءهم وهي تفعل ذلك الآن. وفي الديمقراطيات عادة تصغي الحكومة إلى الشعب، ولكن أعتقد أن الأمر معكوس في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك 17% من الكونغرس يعارض الحرب ويعارض التدمير والمذابح التي تجري في فلسطين، ولكن هنالك أشخاص يدفع لهم من قبل الحكومة الإسرائيلية ويعلو كعبهم. كما تعرفون هناك 125,000 دولار تكلف الحملات الانتخابية لشخص وأحدهم، وآخرين يحصلون على الملايين. تشاك شومر على سبيل المثال يحصل على الكثير من المال بواقع 5 إلى 7 ملايين من الدولارات، وبالتالي فالكونغرس يدفع له من قبل الكيان الصهيوني. نعم، صحيفة بوليتيكو سيد سبرينغمان تقول أن الخلافات بين بايدن ونتنياهو قد تصل قريبا إلى درجة الغليان مع خطة إسرائيل لشن هجوم واجتياح منطقة رفح. برأيك إسرائيل يبدو مصرة على تنفيذ هذا الهجوم، هل سيكون نقطة أو نقطة تحول على الأقل في تعامل إدارة بايدن مع نتنياهو مع الحكومة الإسرائيلية، وهي التي بدأت الآن في وضع اشتراطات حقيقية تتحدث عن تجميد الاستيطان مثلا في الضفة الغربية مقابل تزويد إسرائيل بأسلحة دقيقة؟ لا أعتقد أننا سنصل إلى نقطة انقلاب أو نقطة تحول. هنالك نقطة ساخنة، نعم، توتر بين بايدن ونتنياهو، ولكن هذا فقط للاستعراض وللاستهلاك المحلي ولمصلحة الإسرائيليين. الإسرائيليون سوف يستمرون كما عكفوا عليه في السابق كما يحلو لهم، بغض النظر عن كون نتنياهو رئيس الوزراء أو غيره. منذ عام 1948 عندما أسست إسرائيل على نحو غير قانوني، ومنذ عام 1948 الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل بالسلاح وبالمال العريض حتى توفير سندات بواقع ملياري، وأيضا الضرائب وتنحيتها على الإسرائيليين في أمريكا وغيرها. وهناك 3.8 مليار دولار منذ استلام أوباما سدة الحكم، وهنالك بايدن الذي يوفر 14 مليارا إضافيا، وهنالك أيضا مليار إضافي كقنابل ذكية وإلى ما هنالك. وبايدن طبعا يريد أن يمرر ذلك من خلال الكونغرس، وهذا سوف يحصل. وبالتالي القصة بأسرها هي يمكن أن تكون مطبوخة من قبل صحفيين يؤمنون بما يكتبون ويؤمنون بما يقوله لهم السياسيون، ولكن الصحافة الأساسية يجب أن تطرح أسئلة حقيقية لتكشف انقباع الحقيقة. وبالتالي هذا حديث من أجل الحديث فقط للوصول إلى انطباع مفاده أن بايدن يريد أن يقوم بشيء، ولكنه لا يقوم بأي شيء. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية جدية فيما يخص الحرب الدائرة فيجب أن توقف نقل الذخائر والسلاح والمال للكيان الصهيوني، ولكنها لم تفعل ولن تفعل. مايكل سبرينغمان الدبلوماسي الأمريكي السابق حدثتنا من واشنطن، شكرا جزيلا.